بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا الى ما تحبه وترضاه ثم اما بعد ايها المشاهدون الاكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ومع برنامجكم الاسبوعي دنيا المؤمن وسيكون الحديث حول الاسره في القران الكريم نظر الاسلام للاسره على انها اساس المجتمع وهي اللبنه الاولى والخليه الاولى وليس الفرد هو اساس المجتمع قال الله تبارك وتعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات واكد الاسلام على وحده البناء الاجتماعي والاسره هي محور هذا البناء يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير والاسره هي المحضن الطبيعي للايمان فمنها قامت دوله الاسلام فاول من امن من النساء خديجه بنت خويلد فهي اول اسره في الاسلام واول محضن لهاته الدعوه اوضح الاسلام ان الايمان لا يتجسد الا على ارض يعرف اهلها كيف يتكاثرون ولا يتعارضون مع الفطره البشريه لا بالزنا ولا بالشذوذ الجنسي ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وقال عز من قائل: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقي للتقوى وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آه حتى نتحدث في هذا العنوان الأسرة في القرآن الكريم آه أسعد باستضافة الشيخ الدكتور آه طاهر أمهاوى أهلا ومرحبا بك سيدي شكرا, شكراً. آه استاذنا الكريم لو حدثتنا على مصطلح الاسره في القران والسنه شكرا الشيخ ابراهيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وهذه تحيه الاسلام للمشاهدين والحاضرين أقول وبالله أستعين الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم عليه امام المرسلين وامام المتقين وامام الناس اجمعين وعلى من سار على دربه واهتدى بهديه واتبع سنته واختفى اثره الى يوم الدين وبعد ايها المشاهد المحترم الاسره من خلال القران الكريم وكذلك السنه النبويه الشريفه الاسره في القران الكريم كلمة الأسرة لم توجد في القرآن الكريم بمعنى الأسرة وكذلك في السنة النبوية يعني لم يرد حديث أو سواء في القرآن أو في السنة تذكر كلمة الأسرة وانما وردت الاسره بمعنى الاهل ويمكن ان نذكر الاهل والال والعيال هذه ثلاثه الفاظ او ثلاث كلمات وردت في القران الكريم وكذلك وردت في السنه المطهره كلمة الاهل يقول تعالى: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ووردت كلمة الاهل ايضا بمعنى الجمع. يا ايها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. وقودها الناس والحجاره. قوا انفسكم واهليكم نارا. وكذلك وردت اهلونا. شغلتنا اموالنا واهلونا. فكلمة يعني الأهل من معاني الأسرة وكذلك ووردت آيات كثيرة في ذكر الأهل مرة تأتي بالمفرد ومرة تأتي بالجمع ومرة تقول أهلك ومرة تقول أهله وإلى آخره ووردت كذلك بمعنى الآل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض فكلمة الآل بمعنى الأهل بمعنى الأسرة وكذلك ولقد جاء آل فرعون النذر كذلك سلام على آل ياسين وكذلك اعملوا ال داوود شكرا اعملوا ال داوود شكرا الى اخر ما جاء في القران الكريم من ذكر الال بمعنى الاهل وبمعنى الاسره. اما كلمه العيال فانها وردت في السنه النبويه الشريفه في الحديث حديث رواه ثوبان ثوبان عن ثوبان رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال بمعنى الحديث او قال لي افضل افضل الصدقه صدقه الرجل على عياله ثم قال الصدقه. صدقة الرجل على دابته في سبيل الله او صدقه الرجل على اصحابه في سبيل الله فهذا الحديث الذي ذكر كلمة العيال وفي في رواية اخرى انه ذكر الاهل اذا مصطلح الاسرة لم يرد في القرآن الكريم وإنما هو مصطلح جديد ومن ثم فإن مصطلح الأسرة ورد بالمعاني ورد بالمعاني والعبرة كما يقول الفقهاء العبرة بالمعاني والمقاصد فعندما يدرس الإنسان يعني القرآن الكريم يجد أن الأسرة وردت يعني بمعنى الأهل وبمعنى الآل وبمعنى العيال وكذلك وردت أيضا بمعنى العشيرة وانذر, وانذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين وكذلك وردت يعني بمعنى الرهط ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز إذن آه هذه مجموعة يعني من الكلمات التي تدل على أو تذكر الأهل ولكنها في الحقيقة تعني الأسرة بالمعنى المصطلح الحديث بمعنى المصطلح الحديث والعبرة بالمعاني والمقاصد وولدت أيضا كلمات الاسره يعني الاسره ممن تتكون؟ تتكون من الزوج والزوجه تتكون يعني من من الاب ومن الام ومن الاولاد وتتكون ايضا من الاباء بصوره عامه ومن الامهات ومن الاجداد ومن الاعمام ومن العمات ومن الخال والاخوال والخالات وابن العم وابن الاخ وبنت الاخ وبنت الأخ وهكذا فعندما ندرس او نلاحظ ما يوجد في القران الكريم من معاني نجد ان الاسره مذكوره بال لم تذكر بكلمه الاسره ولكن ذكرت يعني بما تحتويه هذه الاسره نعم بارك الله فيك استاذنا على هذا التوضيح المستفيض لا شك ان الاسره هي الخليه الاولى في المجتمع وبدايتها بدايه تكوينها تكون من الزوج والزوجه اذا هذه هي البدايه الاولى لو حدثتنا أستاذنا على بداية تكوين الأسرة أشكرك الشيخ إبراهيم على هذا على توجيه الحصة نعم. ولكن وددت لو ذكرت كلمة يعني الأسرة هي الخلية الأولى نعم. ولكن لا بأس ان نتطرق الى بدايه التكوين الاسري بدايه التكوين الاسري الاسره تبدا من اثنين يعني الزوج والزوجه ذكر وانثى والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ويقول تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا والله تعالى يقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعني التقاء ماء الرجل وماء المرأة إن صح التعبير فالله سبحانه وتعالى يخلق من هذا الماء بمجرد يعني التلاقي يخلق يعني ما يشاء من الذكور ويخلق ما يشاء يعني من الإناث ويجعل من يشاء عقيما ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه وتعالى أحيانا يقسم بالذكر والانثى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى الى اخر ما جاء وفي الحديث عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال وإن أحدكم لا يجمع, لا يجمع في بطن أمه أربعين نطفة ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب أربع كلمات آه رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد فهذا الإنسان خلق الله فأروني ماذا خلق, 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 خلق الذين من دونه فهذا خلق الله يعني فأروني ماذا خلق ماذا خلق غيره فهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء هذه بداية التكوين. والله سبحانه وتعالى يقول: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. تقريبا هذه <applause> آه شيخ لمحه بسيطه عن بداية يعني التكوين الاسري. صفي اصل الانسان يبدأ بين اثنين زوج وزوجة ولهذا الأسرة تقسم إلى يمكن أن نقسمها إلى قسمين قسم بسيط وقسم مركب القسم البسيط هو يتكون من, من, من اثنين زوج وزوجة يعني الذكر وأنثى وهذه يعني سنة الله في كونه ومن كل خلقنا زوجين اثنين لعلكم تتذكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها, كلها نعم مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون من... برك فيك نعم. شيخ ابراهيم أه... تاكيد القران على اهميه الاسره نعم الاسره في الحقيقه ربما تتاح لنا فرصه اخرى او فرص للحديث اكثر عن ذكر الاسره ومعانيها وما يترتب عليها وما توحي به وما تؤتي به في القران الكريم. الاف ان إلا لم اكن الاف مئات الايات تتحدث عن الاسره. وما يتعلق بالاسره يعني من احكام واحكام الهيه واحكام يعني سنيه فالاسره هي الخليه الاولى في المجتمع هي العمود الفقري للمجتمع ان استقام استقام المجتمع كله وان اعوجها اعوج المجتمع كله ولذا يجب الاهتمام بالاسره خاصه في هذا الزمان الذي تشعبت فيه الاراء وكثرت فيه الفتن وتعددت يعني الاتجاهات فالاسره لها دورها الخطير بحيث اذا استقامت الاسره استقام المجتمع. وإذا انحرفت انحرف المجتمع بل أقول الأسرة في المجتمع هي بمثابة القلب إن صلح صلح الجسد كله وإن فسد فسد الجسد كله والأسرة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالاهتمام بالاسرة اهتمام بالمجتمع والاهتمام بالمجتمع اهتمام بالامة والاهتمام بالامة اهتمام يعني بالدولة ولذا الاسرة ديننا الحنيف اقامها على على مبادئ وعلى قواعد وعلى يم. لا بد من مراعاتها حتى تكون الاسره في المستوى المطلوب وتؤدي دورها المنوط بها من هذه الامور التعاون الاسره مبنيه على التعاون ومبنيه على التازر ومبنيه على الوحده ومبنيه على الاتحاد ومبنيه على التناصح والتناصر والتصالح والصلح إلى غير ذلك من المعاني وهذه المعاني كلها وردة في القرآن الكريم فعندما يأمر القرآن الكريم الأسرة بالتعاون لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكذلك الترابط والتآلف والتضامن هذه الامور ناخذها يعني من من القران وانذر عشيرتك الاقربين الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم عندما امره الله بالدعوه جهرا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين قبل ذلك امره أن ينذر عشيرته لأن في العشيرة تساعده تؤذره تعاونه تكون له سندا تكون له قوة لذلك أمره وأنذر عشيرتك الأقربين كذلك أيضا التكافل يعني الإنسان يكفل عشيرته يكفل أقاربه يكفل المحتاجين من أقاربه آه يكفل من يحتاجه عند الضيق يحتاج من يوسع عليه يحتاج آه إلى آخر ذلك إلى غير ذلك من الأمور هذه التي توحي أو تأخذها من معاني الأسرة في القرآن الكريم وربما آخر شيء أو فيه الكثير: الله سبحانه وتعالى عندما قال: «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا»، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هنا يعني تدرك معنى القرابة وتدرك معنى الأسرة وتدرك معنى الأهل وتدرك معنى العيال وربما يعني يكفي حول هذه النقطة نعم نعم استاذنا لو حدثنا عن البعد الروحي والحضاري لبناء الأسرة الشيخ ربما يعني كان نقطة قبل هذا الكلام وهي تاكيد القران الكريم على اهميه الاسره نعم, نعم. الاسره يعني كيف نعرف او كيف عرفنا ماهيه هذه الاسره ومكانه هذه الاسره والقيم التي تحملها هذه الاسره والبعد الحضاري والبعد الثقافي والبعد هذه كلها ناخذها من تاكيد القران الكريم حول او من خلال عرضه للع للعلاقات الاسريه. يعني كيف نعرف ان هذه الاسره متينه؟ او كيف نعرف ان هذه الاسره مبنيه على قواعد دينيه متينه او تعليمات إلهية قوية. هنا نأخذ بعض العينات. مثلا بر الوالدين. يعني الأسر ممن تتكون؟ تتكون من من الأب والأم, والأم والأم. ومعنى ذلك الوالدين. لأن هذم بعد مدة سيرزقهم الله سبحانه وتعالى أولاد بأولاد بنينا وبنات سيصبحون يعني والدين نأخذ بعض العينات من القرآن الكريم التي تحث أو توجب احترام الوالدين الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرا ومعنى قضاء هنا قضاء بمعنى امر يعني اوجب بمعنى فرض وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا وكذلك الآيات كثيرة فيها وصية الله للأبناء بالوالدين بالوالدين حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إلى إني تبت إليك وإني من المسلمين كذلك سليمان عليه السلام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين كذلك يقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وان وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطحهما وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني حتى في حالة الكفر الله سبحانه وتعالى أمرك بالإحسان إليهما ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطحهما فحتى في حالة الكفر يعني اختلاف العقيدة واختلاف ومع ذلك يجب عليك أن تعطيهما حقهما ويجب عليك أن تبرهما آه الله سبحانه وتح وتعالى يتحدث عن سيدنا إبراهيم إبراهيم عليه السلام أباه لم يكن على دينه ومع ذلك كان يقول له يا أبتي انك تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا الى اخر ما جاء في الايات ومع ذلك في اخر الايه يقول له يعني قال أراغب أنت عن قال آلهة يا, يا إبراهيم, إبراهيم لئن لم تنتهي قال لم تنتهي لأرجمنك وحجرني ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ قال سلام عليك ما قال يا ملعون ويا كافر ويا مرتد ويا يعني هي اللي ما تصلحش ولا لا يعني مقام الأبوة يحتاج يعني العناية يحتاج الرعاية يحتاج الاحترام يحتاج القدر ولهذا نطلب يعني من أبنائنا وبناتنا وكل الناس أن يحترموا آبائهم أف يعني لو كان في القرآن الكريم شيء أبشع من الأف لذكره القرآن الكريم والايات الكثيرة تتحدث يعني عن علاقة الابناء بالاباء ولذا اوصي الابناء عموما والبنات والبنين والبنات بان يتقوا الله في ابائهم فهم مسؤولون والدك تنام انت انت نائم وابوك يدعو لك بالخير وابوك يدعو لك بالفلاح وابوك يدعو لك بالنجاح وفي اخر المطاف تصبح انت تتصرف فيه ولا تطيعه وتعصيه بل وتكش في وجهه وهذا من ابشع الصفات التي رايتها في بعض الناس تجد الابن غضبان على ابيه يا سلام دعوه أكست المفروض الاب هو ليغضب على هو اللي يغضب على على الابن والبنات وعلى البنين والبنات ولكن الان نجد العكس اصبح الابن او اصبحت البنت هي التي يعني تصبح تعكس اباها او تعكس امها وبدل ان تبش في وجهها وتطلب منها الدعاء وتطلب منها يعني آآ آآ العفو والمساعده فاذا به العكس تماما ولذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. هذا نموذج تاكيد القران على اهميه الاسره. فيه بر الوالدين يحيى الأنبياء وما أدراك وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وعيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا فهذم الأنبياء يعني يحترمون أبائهم وهم في مقامات عالية كذلك تحدث القرآن الكريم هذه إذا كان الحديث عن علاقة الابن بالأب وسيأتي ربما الحديث أيضا عن علاقة الأب بالابن فعلاقة الأخ بأخيه القرآن الكريم ذكر موسى عليه السلام وهارون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري به وأشركه, وأش... واشركه في امري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا ايضا الله سبحانه وتعالى امر فرعون قالوا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هنا علاقه الاخ باخيه. وهذا جانب من جوانب الاسره. وكذلك ولولا سيدنا شعيب ولولا رحتك ولولا رحتك لرجمناك وما انت علينا وما انت علينا بعزيز معنى هنا يعني الرهت هنا العشيره نتاعك القوم نتاعك الاسره نتاعك ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز كذلك قال تعالى ذكر الاقربون ذكر كلمة الأقربون فكتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين, والأقربين بالمعروف, بالمعروف, حقا على المتقين كذلك في سورة وإذا حضر القسمة وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا كذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسالوا الله من فضله إن, ان الله كان بكل, كان بكل, بكل شيء عليم فآيات ايات كثيره تذكر تذكر يعني العلاقات الاسريه من بر الوالدين من علاقة الأخ بأخيه من علاقة الأقربين من علاقة وأولو الأرحام بعضهم أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فمرة يذكر الأرحام ومرة يذكر العشيرة نبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين معناه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى مؤازرة أسرته تحميه والمثال على ذلك السيده خديجه رضي الله عنها فعندما كان ياتي والوحي ينزل عليه وكان في بدايه ال 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 الوحي بحيث خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ربما مسه جن ربما مسه كذا فقالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق كلا والله لا يخزيك الله ابدا وهكذا كانت عونا له وهي زوجته معناها هي الثانيه هي يعني احد اركان البيت فاهله وزوجه وعياله ومن ثم عشيرته لأنه رزقه الله منها يعني الأولاد, الأولاد نعم وربما يعني في هذا يكفي بالنسبه نعم لهذه النقطه هذا نعم الأستاذ نعم عبد المؤمن ضو يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته موضوع جدير بالإهتمام بارك الله فيكم وفيك بارك الله أستاذنا الفاضل عبد المؤمن ذو آه ويقول أيضا اهتم القرآن الكريم بالأسرة بوقايتها من كل ما يهدد كيانها من خلال البناء بين المرأة والرجل بالزواج والتحذير من الزنا والخيانات الزوجية رغب الشرع في الأبناء وجعل ذلك من زينة الحياة الدنيا دعا القران الكريم لوقايه النفس والاولاد من نار وقودها الناس والحجاره وذلك بتقوى الله تعالى من خلال سوره التحريم بتدبرها نجد انها تعتبر سورا واقيا للاسره من كل تهديدات انهيارها بارك الله فيك استاذ عبد المؤمن ضو على هذا التوضيح وعلى هذا التدخل استاذنا الكريم البعد الروحي والحضاري لبناء الاسره يتمثل في الترغيب في الزواج، الزواج اختيار الزوج واختيار الزوجه. ماذا تقول في هذا الباب؟ صحيح ما تقول يعني للزواج يعني بعد حضاري وبعد ايماني لان هذه الاسره يجب ان تقوم على اركان صحيحه واركان متينه لانك ستبني على هذا البناء اضخم بناء واعظم بناء الا وهو بناء الاسره ومن خلال بناء الاسره بناء الدوله ومن خلال بناء الدوله بناء الامه وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أو كما قال الله سبحانه وتعالى البناء الأسري الحضاري أو الروحي أو الإيماني فيه عدة نقاط أول نقطة وهي الترغيب في الزواج الأسرة هذه، آه لابد لها من شيء يرغبها، لا تقوم هكذا عفوية، لأن ديننا نظم الأسرة، كيف تب تبنى الأسرة؟ كيف تقوم الأسرة؟ لأن الأسرة نتاعنا راح تقوم على التعاون. تقوم على تعاضد تقوم على تآزر تقوم على الصلح تقوم على المصالحة تقوم يعني بعدة يعني مبادئ لا بد لها أن تكون حتى تكون هذه الأسرة هي المقود أو المحرك لبناء المجتمع الحقيقي المجتمع الذي يقوم على الفضيلة ويحارب الرذيلة ونظم له المستقبل المستقبل لاستمرار هذه الامه فاولا الترغيب في الزواج والترغيب في الزواج انبياؤنا ورسولنا هم قدوتنا ديننا ال ديننا رغب في الزواج واول من قام بهذا الامر هم الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ادم عليه السلام بنى اسرته بنى عائلته يعني من حواء وان كان بطبيعه الحال الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكن بداية هذا التكوين الأسري صفي الأنبياء هم قدوتنا آدم عليه السلام تزوج من آدم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة كلمة وزوجك هذه دير تحتها كما يقول معلمون ضع تحتها عشرين خطا كذلك إبراهيم عليه السلام أو قبله نوح عليه السلام قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك بمعنى يعني زوجك بمعنى زوجك وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صفي نوح عليه السلام ركب معه أهله إلا ركب معه أهله إلا ابنه قالوا إنه ليس من أهلك إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ومعنى هذا يعني أنه تزوج له أهل وكذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام فمعروف معروف تزوج يعني من من هاجر ومن سارّة وكان له ابناء ومنهم اسماعيل عليه السلام آه الايه ماذا تقول؟ ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا, يا بني, بني اني, اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت يا أبتي افعل ما تؤمر وهذا مثال نوجهه للابناء وللبنات وللبنين يعني ولد واحد وربي اختبره في اخر الحياه بعد يعني تقريبا ثمانون سنة أو تسعون سنة يبتليه الله سبحانه وتعالى يرزقه بولد ثم يقول له يعني اذبحه البلاء إن البلاء. هذا لهو البلاء المبين ومع ذلك ماذا قال الابن قال يا أبت افعل ما تؤمر نعم كله ست... استسلام نعم كله استسلام لله سبحانه وتعالى افعل ما تؤمر ستجد نية إن شاء الله من الصالحين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذنب عظيم كذلك جميع الأنبياء موسى عليه السلام تزوج بنت شحيب فلما قضى موسى الاجل. اجل. وسار بأهل بأهله, باهله انس من جانب الطول نارا. قال لأهلهم كثو اني انست نارا. معنى كان له اهل، كان له عيال، كان له زوجه، كان له كذا وكذا. وكذلك آه ذكرنا ادم وذكرنا نوح وذكرنا. ابراهيم. ابراهيم وذكرنا. آه أيوة زالو اثنين. زالو اثنين سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا عيسى آه معظم الروايات آه فيه روايتين تقول أنه تزوج وأخرى تقول أنه لم يتزوج والصحيح أنه لم يتزوج الرأي الذي رجحه الشيخ طاهر ابن عاشور قال آه أوحى الله إليه أنه لا, لا يتزوج فعيسى عليه السلام من أولي العزم الخمس ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم و وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فعيسى عليه السلام لم يتزوج هذا ما رجحه الشيخ الطاهر ابن عاشور في ما ذكره عن زواج الرسل بقي لنا قدوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة, اسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم جميع خصاله، صلوا عليه واله. صلي اللهم صل وسلم, وسلم, وسلم عليه وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج. و يذكر أهل السيرة أنه تزوج 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 إحدى عشر مرأة، ولكنه جمع بين تسع وهو كذلك شيخ إبراهيم نعم نعم وهو كذلك تزوج تسعة من النساء، وأولهن السيدة خديجة نعم وعائشة وحفصة إلى آخر ما ذكر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج و. كان يدعو إلى الزواج بحيث يقول تزوجوا آه الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة تزوجوا حث على الزواج وفي في القرآن الكريم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في الزواج ويا أيها النبي قل لأزواجك نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كل <applause> لله ورسوله وتعمل, وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين, مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ميمة. يا نساء النبي لستنك, لستنك أحد من النساء نتقيتون فلا, فلا تخضعن بالقول فيطمع, فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية تبرجن تبرجن الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله, الله ورسوله إنما, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيض في, بيض في بيض من ايات الله والحكمه, إن الله كان, لطيف كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين فهذا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم بل لما عابت بنو إسرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تعدد الزوجات وهذا ليس عيبا لذا وما آم وما جعل الآية تقول واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشي الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم إذا, اذا قضوا, قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما, فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا فهذا قراننا هذا كتابنا هذه سنه نبينا نبينا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله سبحانه وتعالى أباح له التعدد يعني ما, ما يكتفيش بزوجة واحدة بل أزاج بل أجاز له التعدد يا أيها الناس إن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن لم تعدلوا فواحدة لما عابد بنو إسرائيل على سيدي محمد أتى الزوج رد الله عليهم ما وما كان ما كان ما كان في ذلك حرج لان سيدنا سليمان عليه السلام يذكر انه في ليله واحده طاف على الف امراه او قال لاطوفن الليله على الف امراه كل واحده تلد ولدا يعبد الله سبحانه وتعالى. النتيجه ماذا؟ كانت نسي أن يكون أن يقول إن شاء الله سبحانه وتعالى فكانت النتيجة يعني جسدا يعني شيء مضغى فالشيء اللي كان يرجوه باش يكون ولد يعبد الله كذا وكذا لم يكن شيئا وإنما هو كان جسدا ملقى على كرسيه لذا فسيدنا سليمان قال ربي هب لي دعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وتذكر أنه أخطأ ونسي أن يقول يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى وفي الحديث من سنن الأنبياء خمسة يعني السواك والحياء والسواك وايضا النكاح والعطر آه الى اخره فمن سنن الانبياء الزواج وفي الحديث عثمان ابن مضعون كان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم او سمع به النبي صلى الله عليه وسلم يريد التبتل يريد ان يختص فلما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له مهلا مهلا يا عثمان فان من فان الزواج من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني ولا ننسى ايضا القصه قصه الثلاثه ثلاثة رهط جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل منهم يدعي أنه يصوم هذا يقول أنا أصوم نهار ولا أفطر والآخر يقول أنا أقوم الليل ولا أنام والآخر يقول أنا لا أقرب النساء أبداً فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم وقال لهم أنتم الذين كنتم تقولون كذا وكذا وكذا لأنهم كي سمعوا لما أخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام ويتزوج ويأكل ويصوم كي سمعوا أنه كذا وكذا كأنهم تقلوها قالوا اين نحن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم انتم الذين كنتم تقولون كذا وكذا قالوا نعم فقال لهم اني اصوم وافطر اني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واتزوج النساء وهكذا او كهكذا ورد في السنة المطهرة نعم. و... آه هذا الأستاذ الشيخ عبد المؤمن ضو أيضا بارك الله فيه راوي يتابع فينا وراه يفيدنا ببعض المعلومات يقول كذلك موضوع الطلاق الذي تكلم عنه الله في البقرة والنساء والطلاق والتحريم وجعل ذلك حدودا من شأنها الحفاظ على أصل العلاقة الزوجية الذي هو الاستمرار نعم كذلك يقول أيضا كذلك اهتمام القرآن الكريم بصلة الأرحام واهتمام سورة النور بالأسرة وآداب الاستئذان والتحذير من الشائعات كل ذلك أيها أستاذنا الفاضل عبد المؤمن ضو سوف نأتي لها في حينها تحت عنوان نماذج من القرآن الكريم تتحدث عن أحكام تتعلق بالأسرة آه أستاذنا الفاضل آه لو حدثتنا عن اختيار الزوج واختيار الزوجة آه لابد خاصة لنا في وقت صعيب ياسر ونشوف الناس الاختيار هذا مبني على المظاهر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين شريفين يحفظهما تقريب كل الناس، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الآن الناس راي أصبحت تزوج من أجل المال يجيهم بسيارة فارهة يجيهم معناها داير كستيم داير قرافات كذا فهمتني، حتى لو ما كاين حد شيء المهم المنظر المنظر مليح مباشرة يعطوه. وإذا كان جاء صاحب الدين ما يقول لك ما زادت تقرا ما صغيره مازال كذا زادت كذا اذا جاءكم شوف الحديث ما اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوج الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد ولعل هالفتنه وهالفساد اللي نشوفوا فيه الان هالواحد يتزوج بعد اشهر معناها يروحوا يتطالقوا قبل جايين بالحب والكب ورايحين يخطبوا بل دايرين وسطاء معناها باش يعطوهم الطفل ما ان يمضي شهر او شهران او كذا حتى تلقاهم في 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 المحاكم الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد والحديث الثاني وفساد عريض وفساد عريض آه الحديث الاخر تنكح المرأة لأربع نعم. لمالها لجمالها نعم. لدينها نعم. لحسبها ونسبها فاظفر بذات الدين تربت يدك الناس الآن معاش نظر الدين ربما ما يسألوش على الطفلة هذه تصلي ما تصليشي آه مطيعة لوالديها مش مطيعة كيفاش خدمتها في ما يسألوا عنها يشوفوا المنظر إذا كانت جميلة فايقة الجمال خلاص ولعل سبب اللي رانا واقعين فيه تاع الفساد وتاع الطلاق اللي راه شيء ورقم مهول لما يحثوك معناها على الارقام تاع الطلاق كل ذلك بعدنا عن الاختيار الرسمي للزوج والزوجة نعم الشيخ إبراهيم يبدو أن الوقت الآن حان نعم قرب الوقت تاع نعم. المغرب واحد دقائق أبدأنا شوي سيدي هذه أردت أن أجل الحديث فيها إلى الحصة القادمة حتى نستوعب يعني كامل الجوانب أيوة. وصحيح ما تقول منذ ساعة تقريبا كنت يعني أو في الصباح فتحت إذاعة النهار المذيع يتحدث عن نسبة الطلاق في عام 21 تقرير قال خلال الستة أشهر الأولى حوالي إن لم تخني ذاكرتي أربعين ألف حالة طلاق وذكر حوالي عشرة آلاف يعني حالة خلع هذا يعني هذا شر هذا وبال هذه مصائب والغريب في الامر ان احيانا نسمع يعني استاذ واستاذ جامعيه يتخالعان او يعني يتطالقان الا تتقوا الله في في انفسكم فهذه مصائب وربما مش وربما السبب فيها دائما هو البعد عن شرع الله تعالى البعد عن دين الله سبحانه وتعالى ولأننا ابتعدنا عن القواعد التي تبنى عليها الأسرة اختيار الزوج الحديث يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس تزوجوا تخيروا فإن لنطفكم فإن العرق دساس إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وخلقه وأحيانا يقدم الخلق إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه لأن الخلق يعني ضمان ضمان ألا يظلمها وضمان ألا يعتدي عليها وفي في حديث آخر إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها هذا هو يعني تفسير الحديث أو معنى الحديث بالمعنى البسيط لذا فهذه المشاكل وهذه المصائب أراها كلها ناتجه عن عدم يعني اه اتباع اتباع الدين والمفروض اه لا بد من اتباع خطوات الدين الناس اليوم راهي تتبع او تتبع خطوات الشيطان والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان و والشيطان ماذا يفعل؟ إنما يأمركم بالفحشاء والمنكر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم نحن محتاجين إلى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحن الآن محتاجين إلى مراجعة عامة فيما يتعلق باختيار الزوج وباختيار الزوجة وكذلك العلاقات التي تبنى الآن قبل الزواج. فالزواج الان ولا مظهر الناس اصبحت تختار مظهر ان شاء الله تكون وش تكون ان شاء الله تكون شيطانه ان شاء الله تكون يهوديه ان شاء الله تكون نصرانيه المهم انه يعجبها يعجب يعني اللون نتاعها وهي كذلك يعجبها يعني الرقص نتاعو او المظاهر نتاعو لا ما هكذا تبنى البيوت ما هكذا تبنى العائلات ما هكذا تبنى الاسر فلا بد من العائلات عودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وإن شاء الله تعالى للحديث بقية إن كنا من الأحياء الحصة القادمة إن شاء الله تعالى وسنتكلم فيها يعني ربما بشيء من التفصيل أكثر حول اختيار الزوج واختيار الزوجة وما يتبعهما من ذلك وبالنسبة للشيخ يعني عبد المؤمن ضوء إن شاء الله سنذكر في الحصص القادمة إن شاء الله يعني ما ذكر في كثير من الصور القرآنية صور بأكملها تتحدث عن الزواج وعن الطلاق وعن الخلع وعن يعني النفقه على, ال... على ال... اليتيم والنفقه على الوالدين والنفقه يعني الى اخره سنذكر ان شاء الله في المستقبل سوره البقره ونتحدث ايضا عن سوره النساء ونتحدث ايضا كذلك عن سوره بعض الصور سوره النور وسوره يعني الطلاق, الطلاق وسوره يعني الاحزاب وسوره التحريم بالاضافه الى ذكر بعض ال... الاحكام القرانيه او الاداب القرانيه الموجوده او المتناثره هنا وهناك وان اصبت فمن الله وان اصبنا فمن الله ومن وان اخطانا فمن انفسنا ومن الشيطان ونسال الله التوفيق ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق وادعو الله لنا أيها المستمع بالتوفيق حتى نستطيع أن نؤدي هذه الأمانة ونعطيها حقها وشكرا لكم على حسن انتباهكم بارك الله في أستاذنا على هذه المعلومات وطاف بنا في جو القرآن الكريم وهو من المتمكنين في حفظ القرآن الكريم بارك الله في سمعه وفي بصره وفي ان شاء الله انتم مستمعي الاكارم القاكم في ان شاء الله في حصتكم القادمه دنيا المؤمن الاحد القادم ونواصل موضوعنا حول اختيار الزوجه واختيار الزوج ونتحدث ايضا عن مقاصد الزواج واهتمام القران الكريم ب تربيه الاولاد، كما نتحدث ايضا في الاسبوع القادم عن نماذج من القران تتحدث عن احكام تتعلق بالاسره، سوره البقره، سوره النساء، سوره النور، سوره الاحزاب، سوره الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين